صباح الخير مشاهدينا الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم في الرسالة اليومية الخاصة للمعسكر الصيفي التاسع للأكاديمية الملكية للشرطة. صبحكم الله بالخير مشاهدينا في اليوم الثاني للمعسكر، فعاليات جديدة ومتنوعة، خلكم معانا عشان تشوفون تفاصيل هذه الفعاليات لهذا اليوم. أكاديمية نادي ريال مدريد هي أكاديمية تتبع رسمياً نادي ريال مدريد الأسباني، وتشرف عليها في البحرين المؤسسة الخيرية الملكية. خلونا نتعرف أكثر على فعاليات هذه الأكاديمية. اليوم كان برنامجنا هو كان جري بالكرة مع الخداع، والتمرين كان مهم حق جميع اللاعبين شلون اني انا اركض واخدع اللاعب. وطبعا من بعد هاي التمرين كان عندنا تقسيمه حق جميع الطلبه، وصار في عندنا جو ترفيهي اثناء التقسيمه وبالاهداف والضحك والبرنامج، والحمد لله ان استجابنا على موضوع الهدف اللي كنا احنا نبي نوصل له حق انه يطبق اللاعب من التقسيم من التمرين للتقسيمه. طبعا هاي ثالث سنه لي اشارك في المعسكر الصيفي، استفدت اشياء وايد واقدر استفيد منها برا حتى برا المعسكر. واليوم زارونا أكاديمية ريال مدريد وتعلمت منهم طريقة لعب كرة القدم الصحيحة. تعلمت شلون ألعب كرة القدم بالطريقة الصحيحة، تعلمت بعض التمارين اللي كنت أسويها خطأ، والحين تعلمت شلون صح. اللي تعلمته اليوم شلون بتستفيد منه في حياتك المستقبلية؟ أقدر طلعت برا أشارك في نادي كرة قدم أو شيء، يعني تكون عندي خبرة من قبل اللي تعلمته من أكاديمية ريال مدريد. وبكذي انتهت فعاليات أكاديمية نادي ريال مدريد. خلونا ننتقل لمجموعة الشباب الثانية ونشوف اللي عندهم من برامج. لعبة البولينج لعبة مهارة تقوي اليد، والحلو فيها انها تناسب كل الاعمار، وانها تجمع الربع كامل كلهم يتجمعون ويصيرون في لعبة واحدة يلعبون. واليوم بناتنا تعرفوا على الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي مع الأستاذ علي سبكار. خلونا نشوف هذه الفعالية عن قرب. طبعا الطالبات طلعنا معظمهم عندهم وسائل تواصل اجتماعي، خصوصا هم في سن قانوني للاستخدام وسن 14 و13. الجميع عندهم وسائل تواصل اجتماعي وعندهم ابلكيشنز وعندهم القنوات. الوعي موجود ان نعم في هناك ايجابيات في هناك سلبيات، بس يمكن يحتاجون الى تطبيقات، ممكن يحتاجون الى معرفه ان وين المحاذير في الموضوع، يعني في جرائم الكترونيه، في اخلاقيات، في هذه الامور. النقطة الثانية شلون ممكن أنا أستفيد؟ معظم البنات أو الأولاد دائما يبي يصير مشهور، لأن أولاد يعني صغار، فشلون يبي يصير مشهور بسرعة؟ طبعا احنا ما عندنا شيء اسمه السوشيال ميديا يؤدي إلى الشهرة فقط، ولكن السوشيال ميديا يؤدي إلى إيجابيات ويؤدي إلى منافع، فهاي الشيء اللي احنا بيناه اليوم في المعسكر الصيفي.
استعمل السوشيال ميديا بذكاء، انه ما اشتم الناس، واذا اي بوست ما عجبني ما اكتب عنه تعليقات، وانه اذا بطور نفسي واشهر نفسي اصور الاشياء اللي ممكن تفيد الناس وتفيدني انا. استفدت اول شيء اني تعلمت بعض هاي مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة اللي ما كنت اعرفها، وثاني شيء بعد علمنا شلون اني اسوي ويب سايت حق نفسي، والويب سايت كان مجانا، وصراحة عجبني شرح المعلم طبعا، وبعد شلون انا بس بحاول اني استخدم مواقع التواصل الاجتماعي، بحاول اني مثلا اطلع ابرز مواهبي في حول العالم يعني. الاستاذ كان وايد شرحه ممتاز، كنا وايد متفاعلين وياه، واستفدت في هالجلسه انه عدد لنا شنو مواقع التواصل الاجتماعي. وما زلنا مستمرين معاكم في فعاليات المعسكر اللي تنمي قدرات الطلبة العلمية والعملية. خلونا نشوف باقي المجموعات شنو كانت برامجهم لهذا اليوم. من خلال محاضرة ألقاها الأستاذ علي جاسم البحار بعنوان حقوق الإنسان والعمل التطوعي، تعرف المشاركين على أهم الحقوق الإنسانية المكفولة دستوريا ودوليا، وعلاقة العمل التطوعي بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. البرنامج يهدف حق تعزيز ثقة المشارك بنفسه وتعريفه بثقافة المناظرات، وهي ثقافة تطور من المشارك نفسه وتطور من قدرته على الخطابة. وبرنامج المناظرات يرتكز على عدة أمور، منها مهارة التحليل ومهارة الخطابة ومهارة الرد على الطرف الآخر، ويهدف حق تطوير فكر الشاب في عدة نواحي، منها النواحي القيادية. المناظرة تعتبر شكل من أشكال الخطاب العام، وهي عبارة عن مواجهة بين متحدثين أو أكثر حول قضية معينة ضمن وقت محدد. تحقق لنا النظريات زين. اليوم درسنا عن لا تعتمدون بس على الكتابة، اعتمدوا على القراءة واعتمدوا على الذهن مالكم، مو بس تعتمدوا على الكتابة والقراءة. في هالحصة صراحة يعني كنا عبارة عن فريقين، فريق وفريق السلبيات وفريق الإيجابيات، كم واحد يتكلم والثاني يرد عليه. صراحة كانت تجربة ممتعة. برنامج أنا قائدة من تقديم الأستاذة ميساء النعار، حيث تركز المحاضرة على مفاهيم القيادة وصناعة الشخصية القائدة، كما تتطرق للصفات التي تؤهل الفتاة لتكون قائدة سواء في المنزل أو المحيط الدراسي. قدمت ورشة عمل للفتيات الفئة العمرية من 15 إلى 16 أو من 14 إلى 17، وكان اللي هو موضوعنا اليوم عن القيادة. طبعا تناولنا مفهوم القيادة وتعريفه والمفاهيم المرتبطة فيه، واللي هو الشخصية القيادية هل ممكن ان احنا نصنعها وكيف ممكن ان احنا نصنعها، وما هي الصفات او الامور اللي هي لازم ان هي تتوافر في الشخص على اساس انه يكون قائد ويقدر انه هو يأثر على الاخرين حوالينا ويقنعهم بآراءه وبوجهات النظر اللي هو يتبناها. آه
صفات القائد الناجح الثقة بالنفس، يكون واثق في الآخرين، واثق من قراراته، الاحترام. ما هي صفات القائد اللي لازم يتحلى فيها؟ هي الثقة بالنفس، لازم يكون بعد عنده إيمان، ولازم يكون ياخذ نصائح من الآخرين، ما يكون أناني بس، زين، ويكون عنده الصبر في شو اسمه، الصبر إذا لحل مشاكل. نتمنى أن تكون طالبات اليوم قائدات المستقبل، وبهذه الفعالية الممتعة والمفيدة وصلنا لختام رسالتنا اليوم الثاني للأكاديمية الملكية للشرطة. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية فقراتنا لهذا اليوم، نلقاكم بكرة في أمان الله.